محلل اول اسواق ماليه في إكويتي جروب الاستاذ سركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الاجنبيه. اهلا وسهلا بك معنا استاذ سركيس. اذا نتحدث عن الانباء حول المتحور اوميكرون وعن الاغلاقات، نتحدث ايضا عن التضخم والترقب الواضح لبيانات البنوك المركزيه، كيف تتاثر الاسواق حاليا وما اكبر مؤثر فيها؟ صباح الخير. بالفعل شهدنا تقلبات ملموسة في أسواق العملات العالمية منذ يوم الجمعة الماضي عندما صدرت بيانات الوظائف الأمريكية، وكان فيها مفاجأة بانخفاض كبير في معدل البطالة من 4.6% إلى 4.2%، وكان هذا الانخفاض الكبير مترافق مع استمرار نمو الأجور بواقع 4.8% على مقياس سنوي. هذه البيانات أشعلت من جديد مخاوف ارتفاع التضخم أكثر في الولايات المتحدة الأمريكية، مما قد يجبر البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال العام المقبل أن يقوم برفع الفائدة، بل أن يبدأ بزيادة تقليص برامج شراء الأصول أو تحفيزاته الاقتصادية من هذه السنة. وهذه المتغيرات أثرت وبشدة في أسواق العملات الأجنبية، وهذا ما شاهدناه على شكل ارتفاع بالدولار الأمريكي مقابل العديد من العملات، شملت اليورو والجنيه الاسترليني وغيرها من العملات الأجنبية. فالمتداولون الآن في ظل طبعا متحور أوميكرون من فيروس كورونا يرون بأن التوجه للملاذات الآمنة والتي هي النقد قد يكون مناسب في ظروفنا الحالية، مما أكسب الدولار والذي يعتبر هو العملة النقدية الأولى عالميا المزيد من القوة مقابل سلة العملات. فهذه التأثيرات مستمرة منذ يوم الجمعة الماضي الذي صدرت فيه بيانات الوظائف الأمريكية. نعم، خلال تعاملات هذا الأسبوع هل من بيانات جديدة من المتوقع أن تؤثر على مؤشر الدولار، أم من المتوقع أن تبقى وتيرة الثبات والأقرب إلى الارتفاع خلال تعاملات هذا الأسبوع؟ بالتأكيد هنالك العديد من البيانات الاقتصادية، بل نحن أيضا أمام انتظار قرارات من بنوك مركزية تشمل الاحتياطي الأسترالي الذي سيصدر قراره يوم غد، وهذا كله قد يكون له تأثيرات مباشرة على الأسواق. لكن بشكل عام المتداولون الآن أكثر اقتناعا بأن البنوك المركزية حول العالم يجب أن تتوجه لتقليص تحفيزاتها الاقتصادية، وهذا من أجل منع التضخم من الارتفاع أكثر فأكثر، وهذا قد يلقي أيضا بظلاله على تحركات أزواج العملات، وهي العملات مقابل الدولار أو العملات مقابل عملات أجنبية أخرى على مدى تداولات هذا الأسبوع. فنحن الآن مع اقترابنا من نهاية هذه السنة قد نشهد الكثير من التقلبات في أسواق العملات، لكن ضمن نطاقات نوعا ما قد تكون محدودة. نعم، إذا هو يعني من المتوقع أن يكون شهر اقتصادي بامتياز، لكن ماذا عن العملات الآسيوية تحديدا في بعض المناطق تم تسجيل إصابات كثيرة في المتحور أوميكرون، كيف تأثرت العملات الآسيوية بهذا الموضوع تحديدا؟ الآن بالنسبة لآسيا فهنالك العديد من المتغيرات التي يجب أخذها بعين الاعتبار، ومنها عودة أيضا إلى جانب فيروس أوميكرون والإصابات والإغلاقات، عودة مخاوف المتداولين من تعثر شركة إيفرغراند مع وصولنا لزمن جديد يجب فيه أن يتم دفع مستحقات، وهذا ما انعكس اليوم على شكل انخفاض في ثقة المستثمرين في آسيا، مما تسبب في انخفاض في مؤشرات الأسهم. نلاحظ بأن الين الياباني على سبيل المثال يستفيد في آسيا التوتر، فالين الياباني معروف بأنه عملة نقدية تشابه الدولار في آسيا، وبالتالي بالتأكيد هنالك تأثيرات مباشرة خلال الشهر الجاري كانون الأول، والذي من المتوقع أن نشهد فيه الكثير أيضا من التقلبات على عملات آسيا، لكن مرة أخرى أعتقد بأنها تقلبات ضمن نطاقات محدودة. فعلى سبيل المثال اليوان الصيني من المحتمل أن يبقى ضمن نطاق 6 يوان لكل دولار أمريكي واحد، بالنسبة للين الياباني 112 ين للدولار حتى 115 ين للدولار الأمريكي. هذه المستويات قد تسيطر خلال الفترة المقبلة من هذا الشهر على الأرجح، ما لم تحصل طبعا مستجدات قد تخرج هذه العملات من النطاقات المألوفة. نعم، يعني وبالعودة للحديث عن القرارات المرتقبة من البنوك المركزية العالمية تحديدا، نذهب إلى الليرة التركية التي أبحرت عكس التيار إن صح التعبير فيما يتعلق بأسعار الفائدة، هل نتوقع المزيد من التأثيرات على الليرة التركية؟ يعني هنالك بعض الأقوال تقول بأن هنالك وصول إلى 15 ليرة مقابل الدولار.
الآن بالنسبة لهذه التوقعات لا يجب أن أستبعدها أبدا. الليرة التركية تتداول اليوم عند 13.7 13.8 ليرة تركية للدولار الأمريكي الواحد، وهذا يظهر الانخفاضات الكبيرة التي تعرضت لها الليرة التركية على مدى هذه السنة. الآن توجهات خفض الفائدة ومطالبات سياسية من أجل المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة قد يكون له السبب إضعاف للليرة التركية أمام الدولار بل أمام العديد من العملات الأخرى. فكما نشهد التضخم في تركيا مرتفع جدا أعلى من 19.8%، لكن في نفس الوقت معدلات البطالة عند 11% تقريبا، وهنالك أيضا توجه محتمل يعتقد المتداولون بأن خفض الفائدة سيستمر في الاقتصاد التركي مما قد يضعف الليرة التركية أكثر فأكثر. لا يجب استبعاد استمرار الانخفاض في الليرة التركية إلا طبعا إن حصلت تغيرات، وهو أمر مستبعد حاليا أن تحصل تغيرات في توجهات البنك المركزي التركي، لأن النظرة المتوقعة بالنسبة لبنك أو البنك المركزي التركي مرتبطة بالسياسة في تركيا، والتي تتوجه لاعتقادهم بأن خفض الفائدة قد يكون سبب إضافي لتحفيز الاقتصاد. لكن المستثمرون عالميا ينظرون إلى خفض الفائدة على عملية خفض التصنيف الائتماني لتركيا، وهذا قد يسبب المزيد من الضعف في الليرة في حال تحقق بالفعل من قبل وكالات التصنيف الائتماني المعتمدة عالميا. نعم، محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار، شكرا لك على كل هذا الشرح الوافي.